Hello everyone, today we'll talk about the genomic and the proteomic course. The practical course, ده تاني section فيه بيتكلم عن ال DNA sequencing للعالمين سانجر وكولسون method. هنتعرف دلوقتي عليهم مع بعض. دي كانت البداية اللي تعرفنا عليها من خلال السكشن اللي قبله ان عندنا نوعين ماكسيم جيلبرت دي ان اي سيكونسينج ميثود ودي اللي بتحكي على ان هي ممكن تتسمى باكتر من اسم زي الكيميكال اور الكيميكال ديجراديشن ميثود اما طريقه النهارده دي اسمها السانجر وكولسون دي ان اي سيكونسينج ميثود دي بتتسمى بالانزيماتيك اور الشين ديترمينيشن ميثود برضو احنا اتكلمنا عن ده المره اللي فاتت حتى الكومباريزن دي كانت معانا برضو اللي حابب يبص عليها يشوفها دلوقتي هي كلها بتفسر ان احنا النهاردة هنتكلم عن التكنيك الخاصة بالDNA sequencing اللي هي based on stopping DNA synthesis at a specified nucleotide يعني كلها يحصل ان انا هوقف تخليق DNA في nucleotide معينة تاني حاجة ان انا هستخدم small amount من DNA molecules كان ممكن يعني حتى ان انا اقدر استخدم only one single molecule اقدر بيها اعمل التكنيك ده او الاكسبيرمنت دي ان انا كمان اقدر استخدم نون هازارس كيميكالز يعني كيماويات غير ضاره كيماويات سيف على الصحه وعلى الهيومنز مور ايزير تو ريد السيكونس ذان الماكسيم جيلبرت ميثود الكلام ده طبعا هنشوف دلوقتي ماشي ازاي طيب احنا قلنا ان هي معتمده على ايه طيب هنشتغل بيها ازاي uses the four experiments each of them stops the DNA synthesis at the different positions بالظبط نفس الفكرة بتاعت ماكسيم اند جيلبرت ميثود بس بفرق حاجة واحدة هناك احنا ما كناش بنعمل stops لل DNA synthesis احنا كنا بنعمل breaking او break نحن بنكسر ال DNA strands تمام هنا بقى انا بعمل stopping طيب هنا بيقول لي اول experiment هعمل stopping للجين nucleotide only زي ما كان هناك وهنا تاني مرة هعمل stopping للC nucleotide only برضو زي ما كان هناك هناك كان breaking اما هنا stopping للG والC بعدين لو تفتكروا هناك كان في البيوراين وبعدين البرميداين هنا بقى العكس هنا في stopping للA nucleotide only والstopping للT nucleotide only فحاولوا تقدروا تفرقوا وتحددوا كل تكنيك عن التانية بحيث ان الميثودز الاتنين ما يدخلوش في بعض كل حاجة تبقى متفسرة هنا بيكلمنا عن how to stop the DNA synthesis ازاي هنقدر نوقف عملية السانجر كولسون ميثود ازاي انا اقدر اشتغلها هنا بيقول لي by adding a modified nucleotide اللي هي di dioxy nucleotide triphosphate اللي هي الابريفيشن بتاعها ال DDNTB ده الاختصار بتاع الكلمتين الطول دول اول بقى انا بحط الموديفايد نيوكليوتايد دي اللي هي ال DDNTB بيحصل ليكس للنيسيسوري 3 برايم او اتش فور ذا سينثيسيس اوف دي ان اي يعني بيحصل منع ضروري لل 3 برايم بتاعت الاو اتش في التخليق بتاع الدي ان اي الشكل ازاي ما انتم شايفينه على اليمين هنا في الايمج شايفين هنا في الرينج هنا فيها البيز وفيها الاو اتش 3 برايم اند اهي تحت مول عليها هنا العلامة دي العلامة دي بيقولي هو ده البوزيشن where ال OH of ال DNTB is replaced by hydrogen وده اللي بيحصل بيقولي هنا if this DNTB is added no more DNTBs can added after it هنا ما بيقدرش يضاف DNTBs بعد ما احنا ما بنضيف ال DDNTB وعرفنا ليه بنضيف ال DDNTB طبعا السبب ده واضح ومهم ان نكون عارفينه علشان ده موضع اسئله هنا بقى بيكلمني عن اول تجربه الاكسبيرمنت الاولى كانت الاي رياكشن زي مثلا هنفسرها هنا مع بعض بيقول لنا ايه if we added some didioxy ATP اللي هي ال DDATP nucleotides to the reaction of the DNA synthesis in addition to some normal DNA DATP ايه اللي هيحصل بقى حاجتين اول حاجه the synthesis will continue if ال DATP is added يبقى في حاله اضافه ال DATP ال synthesis بتاع ال DNA هيفضل مكمل وشغال عادي جدا محصلش اي stopping امتى بقى يحصل stopping لما انا هحط او هضيف ال DDATP اول ما بضيف ال DDATP بيقف ال synthesis بتاع ال DNA
وانا هبقى هنا عملت اول ستيب خاصه بالاي رياكشن هنا في الشكل زي ما انتم شايفين. هنا 5 برايم اند ل 3 برايم اند ده خط البناء، وهنا نفس الحكايه 5 برايم اند ل 3 برايم اند، وهنا في الكل تي بيقابلها ايه طبعا. اوكي ده التمبلت دي ان ايه. هنا بيقول لي بقى الستراند السينثيسيس تيرمينس وين الدي دي ان تي بي از ادد، شكل بيبقى كالاتي زي ما انتم شايفين كده، ده الرياكشن بالظبط. هنا هنا بقى بيقول لي ايه، since we added both ال دي اي تي بي وال دي دي اي تي بي the reaction will stop randomly at any a position. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا لو حطيت اضافه للاثنين دول اللي هو ال دي اي تي بي وال دي دي اي تي بي الرياكشن هيبقى متوقف بشكل عشوائي، يعني في اي ايه موجوده في اي موقع مش في مكان معين انا محدده. فهنا بيقول لي several newly synthesized fragments will produced each of them ends with an A زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، طبعا بأطوال مختلفة زي فكرة برضو الماكسيم اند جيلبرت method. اوكي وهنا بيقول لي تاني حاجة the fragments vary in their length زي ما انا قلت اخرها بيبقى في ال A reaction وبيبقى فيها الأطوال مختلفة لان ال stop حصل في مواقع مختلفة زي ما كان هناك في ماكسيم اند جيلبرت ميثود بيحصل الكاتنج سوري البريكنج بيحصل الكسر في اماكن برضو مختلفة لانها بتحصل راندملي. depending on which a position has the DDATB شايفين هنا الدنيا بقت عاملة ازاي. هو كان دبل ستراند بالشكل ده في التلاتة هنا، اول ما انا ضفت الاتنين حصل زي ما انتم شايفين كده ال A reaction family بقى بالشكل ده different او varies lengths اطوال مختلفه كلها اخرها ال A. هنا بقى بيقول لي the reaction is repeated 4 times using different dideoxy nucleotides to stop the reaction at ال A وال T وال G وال N C. الكلام ده كله بيقول لي بنكرره 4 مرات باشكال مختلفه باضافه الدايدايوكسي نيوكليوتايدز عشان اعمل وقف التفاعل في الاربع مواقع المختلفه ال A وال T وال G وال C. بيقول لي like the Maxam Gilbert method the gel has the 4 columns. بس الماكسيم جيلبرت لو انتوا شايفين على ايدينا اليمين هنا في الصوره موضح الفرق الواضح قوي ما بين الطرق المختلفه ما بين سانجر وكولسون وما بين الماكسيم جيلبرت. فاكرين ماكسيم جيلبرت لما اخدناه المره اللي فاتت كان فيه الفور كولمز بالشكل ده، هنا بيكون الجي ده اول رياكشن حصل، بعدين الاي بلس الجي، وبعدين دي اللي هي كانت البيوراين، وبعدين السي از رياكشن، وبعدين السي بلس تي ده كان البيريميداين، ده كان رياكشن رابع الاخير لوحده. هنا بقى العكس في سانجر اند كولسون ميثود ده بيبقى read directly، يعني ما بيبقاش فيه شوية حاجات فيها كولم فيه 2 nucleotides أو 2 bases، لا كل كولم مستقل بذاته بيز معينة مختلفة عن التاني. يعني الجي لوحدها، الاي لوحدها، السي لوحدها، التي لوحدها، كل واحد على حدة. بصوا هنا مثلا ده كان سؤال، السؤال هنا بيقول لي اقرأ السيكونس اللي كان موجود في الامج قدامك هنا. طيب السيكونس ده احنا خلاص عرفنا ان احنا عشان نقرأه بنقرأ سوري من فوق لتحت بالشكل ده كده. طيب التوب توب الجل قمة الجل هي ال 3 برايم اند لغاية 5 برايم اند هي اللي تحت. هنقرأ ازاي؟ هنا اول بندية موجودة في الكولم بتاع الجي، يبقى هنا بعد 3 برايم اند هحط الجي، هنا تاني بند كانت السي يبقى سي، بعدها كانت التي، بعدها 3 اي، بعدها السي، بعدها التي، بعدها الجي، بعدها التي، بعدها الاي، بعدها التي، بعدها السي، وبعدها الاي، وبعدها الجي، وبعدها الاتنين تي، وبعدها اخر حاجة الاي. بكتب 5 برايم اند، يبقى انا كده عرفت احل الشكل اللي قدامي ده وعرفت اقرأه كويس. كل واحد بيبراكتس ده كتير قوي بيعرف يقرأ الجل كويس قوي، السيكونس بالنسبه له يبقى سهل قرايته. نشوف الاستبيان اللي بعد كده. هنا في سانجر كولسون ميثود في حاجه تكنيك معين اسمه الاوتوميشن اوف الدي ان اي سيكونسنج، ده خاص بقى بايه؟ ان هم طوروا طريقتهم شويه لطريقه اسمها حاجه اوتوميتد ان الميني بارتس اوف ذا بروسيس.
يعني عمل ايه بقى هنا؟ عمل فلوريسنت ستينز، عمل صبغات فلورسنتية باستخدام are used instead of ال B32 labeling، يعني بديل الماكسيم ان جيلبرت لما كان بيستخدم ال الراديو اكتف ال B32 labeling عشان يعمل ال DNA label، هنا بقى استخدم صبغات فلورسنتية زي ما احنا شرحنا هنا. بيقولك بقى ايه هي الصبغات المختلفة الفلورسنتية. هنا استخدم 4 ألوان فلورسنتية مختلفة. أول حاجة كانت لل A base، دي كان لونها green اللي هي الأخضر. ال base ال C دي كانت لونها blue. هنا ال T لونها هنا red، يمكن مش واضحة بس هي red. هنا ال G كان لونها brown اللي هو بني. طيب هنا بقى بيقولي ان ال four experiments are merged in one since every base has a different color. طبعا بما ان هنا الاوتوميشن او الاوتوميتد تكنيك هنا موضحه بالفلوريسنت ستينز المختلفه، الفرق ما بين كل بيز والتانيه، فهنا سهل طبعا زي ما انتم شايفين. بيقول انا دمجت الفور اكسبيرمنتس المختلفه في ستيب 1، يعني في ستيب واحده انا بحصل على التكنيك كامل للدي ان اي بالاوتوميشن ديفايس علشان اعمل ديتكشن للفور بيزس. طبعا عشان هما كل واحد فيهم لون مميز انا بعرف اعمل ديتكشن بطريقه سهله جدا بمجرد ما دمجت ال4 تجارب في ستبايه واحده. هنا بقى بيقول لي الكلام ده بيتم ازاي. زي مثلا هنا بيقول لي after separation the molecules are run past a fluorescence detector capable of discriminating the labels. The labels attached to the dioxin nucleotides. يعني ايه الكلام ده؟ هنا لو انتوا واخدين بالكو هنا بيكلمني عن ال 4 fluorescence stains، بيكلمني هنا اللي هي ان imaging system. شايفين الديتكتور هنا؟ دي طريقة للكشف عن تفاصيل الالوان المختلفة للدنيا هنا متوضحة زي ما انتوا شايفين كده. هو فعلا الديفايس بيشتغل كده بنفس الطريقة، مجرد ما هو بيجيب وبيحط على طول السامبلز عشان يقراها الجهاز، بيقراها زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة. هو متصمم انه يعمل ده على طول بسهولة. اوكي هنا بقى ايه الدنيا؟ بيقولي زي ما انتوا شايفين كده الفلوريسنت باندز موف باست ذا ديتكتور. مجرد ما الباندز كلها بتجري في الفلوريسنت ديتكتور هو بيقدر يقراها ويميز كل واحدة فيهم هي عبارة عن ايه من غير اي تعب. كل ده بيعمله الجهاز في لحظة، ما بياخدش وقت اكتر من ال4 تجارب على كل طريقة منفصلة بذاتها. الدنيا هنا بتبقى اسهل وابسط بكتير. اوكي هنا بقى بيكلمني عن الاوتوميشن بتاع ال DNA sequencing. بيقولي the sequence is represented by a series of peaks. بيكس المنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي هي الفوق واللي تحت، دي كلها اسمها بيكس. one for each nucleotide position. بيقول لي بمجرد ما السيكونس بيتعرض من خلال البيكس السلاسل البيكس اللي قدام عينينا دي، كل نيوكليوتايد بيبقى معروف الموقع بتاعها فين، لان كل بيك ليها لون مميز ليها. يعني هنا البلو يعني سي. لو واخدين بالكم هنا برضو في 3 الالوان التانيين الفلورسنت ستينز، بس البيك الاكبر هي اللي انا باخد بيها القراءه. يعني هنا دي جرين وهنا في كل الالوان تحت اهي، يبقى دي مش هقراها، انا هختار الجرين. والجرين يعني ايه؟ هنا برضو البلو يعني سي، الباقي تحت مش هيبقى ليه قراءه. هنا البراون يعني جي والباقي تحت يبقى مش هيتقرا، والخ بتتمشي كده. هنا بيقول لنا الاكزامبل، هنا بيقول لنا الجرين بيك هي الاي والبلو هي السي والبراون هي الجي والريد هنا فور اكزامبل هي التي. دي طريقه البيكس وعرضها. دلوقتي بقى بيقول لنا خلونا نجرب في السؤال ده. دي ايمج قدامنا وبيسالنا شويه كويستشنز المفروض نحلها بشويه استنتاجات من الدراسه السابقه لكل السلايدز السابقه اللي فاتت. بيقول لنا is the next image for السانجر كولسون ولا الماكسيم جيلبرت or the automated sequencer، يا ترى انهي طريقه من الثلاثه؟ طبعا هنا هنشوف هنميز ايه وازاي.
نستعرض بس الأسئلة. تاني حاجة بيقول لي are bands detected using ال B32 or fluorescent. وتالت سؤال بيقول لنا read the sequence of the next image suppose that the columns are بالترتيب التالي A وبعدين C وبعدين G وبعدين T for the left to the right من الشمال لليمين زي ما أنا رتبتهم كده. أوكي طيب هنا طالما هو قال لي suppose that الكولمز كذا يبقى هنا هو حدد لي انهي واحد من الخيارات بتاعت اول سؤال سانجر ولا ماكسيم ولا اوتوميتد سيكوانسر. هنا طبعا مستبعد تماما ان هي تكون ماكسيم جيلبرت ميثود. هنا بقى الحيرة هتبقى ما بين سانجر كولسون وما بين الاوتوميتد سيكوانسر. بس احنا عرفنا الاوتوميتد سيكوانسر شكلها بيبقى عامل ازاي. شكلها بيبقى كله عبارة عن بيكس مختلف الالوان الفلورسنتية. اما هنا دي بانز. فطبعا هنا دي بشكل قطعي الاصح ان احنا نقول ان هي سانجر كولسون ميثود. ما ينفعش نقول عليها اوتوميتد سيكوانسر او حتى ماكسام جيلبرت. وطبعا احنا فسرنا ليه الاتنين التانيين ما ينفعوش. هنا بقى تاني سؤال بيقول لنا are bands detected using ال B32 ولا الفلورسنت. هنا طبعا detected by ال B32 radioactive زي ما احنا عرفنا من الشرح السابق. طيب هنا مجرد ما هو بيقولي نقرأ بقى باقتراح ان دي كانت A ودي كانت C ودي كانت G ودي كانت T نبدأ نشوف لو في جزء condensed يبقى مش هعرف. لو الجزء كله تمام ومحصله separation يبقى انا هعرف اقرأ. هنا لقيت كله محصله separation وهعرف ان انا اميز كل بندية كل واحدة على حدة. طيب خلونا نعرف هنا في البداية في التوب بنبقى من 3 برايم اند وفي الاخر بنحط 5 برايم اند. طيب انا هقول بالظبط الاجابة وانتوا اعملوا براكتس عليها وشوفوا الاجابة كانت صح معاك ولا لا. هنا المفروض هتكون C وبعدين 3G وبعدين C وبعدين T وبعدين C وبعدين G وبعدين T وبعدين G وبعدين T وبعدين G وبعدين C وبعدين G وبعدين 2T وبعدين A وبعدين 2C بعدين T بعديها C بعديها G بعديها A بعديها C بعديها A بعديها G بعديها 2T بعديها G بعديها T بعديها G بعديها T بعديها A بعديها G بعديها C بعديها T بعديها 2G بعديها A بعديها C بعديها G بعديها T بعدين بختم بال 5 برايم اند. معلش هي طويلة شوية بس بتساعد ان احنا نقدر نعمل على practice للreading bands اللي موجودة على الجل. اتمنى تكونوا يعني قدرتوا تستفادوا وتكون كل حاجة واضحة معاكم. بالتوفيق يا شباب.